السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الوصفه بتاعتنا النهارده للبنات والشباب ان شاء الله واي حد يعمل الوصفه بتاعتنا دي باذن الله يستفاد بيها. الوصفه بتاعتنا النهارده للتخسيس، تخسيس منطقه البطن او الارداف وكمان تخسيس الجسم. هنعمل وصفه تحفه جدا للتخسيس ونتيجتها هايله. يلا تابعيني لاخر الفيديو باذن الله تستفادي بكل الوصفات اللي احنا بنقدمها على قناتنا ان شاء الله. ولو انت اول مره تدخلي معايا في القناه ما تنسيش تشتركي معايا واضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لك ان شاء الله. يلا نشوف وصفتنا، خليكم مع جيجي، اوعى تروحوا بعيد. حبايب قلبي النهارده ان شاء الله باذن الله جايبه لكم وصفه حلوه قوي هتعجبكم. الوصفه بتاعتنا النهارده دي للتخسيس. هنعمل مع بعض مشروب هتشربيه ان شاء الله الصبح، وهنعمل وجبه جميله جدا هناكلها قبل النوم. هتبقى وجبه عشاء تحفه جدا مغذيه وهتخليكي ما تحسيش بالشعور بالجوع ابدا ابدا. يلا هنبدا دلوقتي نعمل مع بعض المشروب الجميل اللي احنا هنشربه الصبح اول ما نقوم من النوم ان شاء الله. تابعيني في الفيديو هتعجبك قوي قوي الوصفات اللي انا هعملها النهارده باذن الله. ان شاء الله اول مكون هحتاجه معايا النهارده في الوصفه دي زي ما احنا شايفين كده، ده اسمه اللومي الاسود. اللومي الاسود ده حاجه من انواع الاعشاب الجميله جدا. هو عباره عن ليمون مجفف بنستخدمه للتخسيس، تحفه جدا جدا في التخسيس لانه بيحتوي على فيتامينات ومعادن بيحتاجها الجسم وبيحافظ على الجسم من اي اضرار ان شاء الله. كمان بيساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في الجسم. كل اللي انا احتاجه هاخد 2 من اللومي ده وهحطهم في الكوب بتاعي، وهبدا اضيف عليهم الميه السخنه المغليه. اللومي ده فايدته جميلة جدا جدا لانه في نسبة عالية جدا من المواد الغنية بالفيتامينات والمعادن، بيساعد على التنحيف وبيساعد كمان على تحسين عملية الهضم. يعني هو كمان مش للتخسيس بس، ده بيساعد على عملية الهضم وبيمنع الجسم ان هو يخزن مواد غذائية او تخزين الدهون او تخزين المية في الجسم. كمان ازاي هستخدمه؟ زي ما احنا قلنا كده، هضيف كوباية مية واضيف عليها 2 من اللومي، هنشربهم كل يوم ان شاء الله قبل وجبة الفطار بنص ساعة. يعني انت هتقوم تعمليهم وتسيبيها، يعني اول ما تقوم من النوم تعمليها وتسيبيها منقوعة كده في المية نص ساعة، وبعد كده تشربيها قبل الفطار بنص ساعة. فايدته جميلة جدا، بيحرق وبيفتت الدهون، كمان طعمه بيبقى حلو. ممكن ان انت تستخدميه تضيفي عليه معلقة عسل، بلاش تحلية بالسكر خالص، ما ينفعش ان احنا نحلي اي مشروب للتخسيس بالسكر. فوائد اللومي ده بيستخدم في عديد كتير، في حاجات كتيرة قوي من الوصفات الطبيعية، ان هو بيحافظ على صحة الجسم وبيحافظ كمان على الجهاز الهضمي، مش بس للتخسيس. اهم فوائده ان هو بيعالج كمان الامراض اللي بتصيب الكلى، بيستخدم برضو في للاطفال، ممكن تستخدمه الاطفال كفاتح للشهية، بيعالج احتباس التبول كمان، كويس جدا جدا للامهات والمرضعة اللي بترضع، مفيد جدا ليهم. طيب انا هعمل معاكم دلوقتي بقى وجبة كمان حلوة قوي. الوجبة دي انا هستخدمها بالليل، هحتاج فيها حبة واحدة من التفاح، اي طبعا نوع من التفاح، وممكن تستبدلي التفاح بالبرتقال عشان طبعا البرتقال موجود عندنا الايام ديت ومتوفر في الشتاء. ممكن نستخدم برتقانة لو انت مش متوفر عندك التفاح. دي هتبقى وجبة هنعملها هتحسسك بالشعور بالشبع، وكمان هتخليكي يعني مفيش، يعني هتسد الشهية، مش هيبقى فيه قابلية ان انت تحتاجي ان انت تاكلي كتير. هبدأ اقطعها. انا طبعا غيرت الطبق شوية علشان ايه، الطبق التاني صغير، هقطع فيه التفاحة. طبعا تليكي تاكلي ثمرة واحدة بالليل، زي ما قلنا يعني ياريت ما تقطريش اكتر من ثمرة واحدة سواء تفاحة او برتقال. هنقطعها بالشكل ده مكعبات كده. التفاح طبعا مفيد جدا للتخسيس، وطبعا هتبحثي عن فوائده وتعرفي انه التفاح اصلا يعني بيستخدم للتخسيس، بس طبعا لازم تستخدميه بطريقه صح عشان يديكي نتيجه كويسه. بعد ما قطعت التفاح بالشكل ده هحتاج معايا بقى علبه من الزبادي، اي نوع زبادي بس يفضل ان هو يكون خالي الدسم. هبدأ اضيف علبة الزبادي على التفاح اللي انا قطعته كده بالشكل ده،
طبعا الزبادي لو ما يكون خالي برضو من الـ الدسم كويس جدا، يعني حاول ان انت تجيبيه برضو خالي الدسم عشان ما يتكيش دهون وكده. هنضيفها على التفاحة بالشكل ده وهنبدأ طبعا نقلبها. انا هضيف معايا هنا الاول معلقة من الجنزبيل البودر. الجنزبيل طبعا مفيد جدا جدا للتخسيس. انت ممكن تضيفي الجنزبيل البودر وممكن تضيفي الجنزبيل الفريش اللي هو اللي احنا بنبشره بالمبشرة ده، طبعا بيتباع في السوبر ماركت. هضيف برضو عليها ليمونة، هنعصر نص ليمونة بس. يعني احنا بنعمل دلوقتي وجبة متكاملة، وجبة جميلة جدا طعمها هيبقى حلو وكمان حسسك بالشعور بالشبع. لو في ناس مش حابة طعم الجنزبيل البودر ممكن تستخدم الجنزبيل فريش عادي، يعني زي ما انت حابة. وممكن برضو تبشري بذور الكتان وتطحنيها وتضيفي منها معلقة، يعني الطعم اللي انت حاباه للأعشاب ممكن تضيفيه. انا النهاردة عملتها معاكم بالجنزبيل البودر. طبعا الجنزبيل الفريش بيبقى طعمه احلى، فانت ليكي حرية الاختيار سواء الجنزبيل البودر او الجنزبيل الفريش. طبعا هنقلبها كويس جدا وهنبدأ ناكلها كوجبة في العشاء. فايدة طبعا الزبادي والجنزبيل والتفاح، هي وجبة بتحسسك بالشعور بالشبع وفعلا انت بتشبعي منها، يعني بتحس ان انت بتاكليها وانت شبعانة، ما يبقاش عندك قابلية للاكل، بتبقي حاسة ان انت شبعانة جدا وانت بتاكلي الوجبة دي. يبقى انا كده عندي مشروب هشربه الصبح وعندي كمان وجبة هاكلها بالليل. المشروب ده برضو فايدته جميلة جدا زي ما قلنا. الليمون الاسود ده مفيد جدا لانه كمان بيخلصك من السموم والفضلات اللي بتبقى موجودة ايه خارج الجسم، بيساعد كمان على التخلص من الديدان في المعدة. انا عايزاكي تبحثي عن فوائد اللومي الاسود او الليمون المجفف. كمان بيساعد على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، بيزيد من قوة ودفء الدورة الدموية في الجسم، بيحافظ على القلب والأوعية الدموية والشرايين، بيحميكي من إصابة بالجلطات، الجلطات الدماغية، أو كمان بيحميكي من ضغط الدم وبيمنع ارتفاع ضغط الدم. اللومي ده من أنواع الخضروات بس المجففة، يعني انت ممكن تجففيه بنفسك في البيت، انت ممكن تجففيه بنفسك في البيت، وانا ان شاء الله هنزل لكم طريقة تجفيف اللومي عشان تعمليه بنفسك برضو. طريقته برضو حلوة وسهلة قوي. كمان عايزة اقولك ان هو بيحافظ على مستوى السكر في الدم، يعني بيخلي مستوى السكر عندك مظبوط، بيمنع الاصابة من تصلب الشرايين. كمان بيساعد على التخلص من التوتر والعصبية، يعني بيديكي حالة استرخاء وهدوء للأعصاب. اللومي ده كويس جدا برضو لجهاز المناعة، يعني الناس اللي ما عندهاش مناعة مفيد جدا جدا ليهم، بيحارب الأمراض المعدية المعوية. أنا عايزاكي يعني اللومي ده هتشوفي فوائده بنفسك، اكتبي عن فوائده وانت هتشوفي فوائده رهيبة جدا جدا، ده غير انه بيحميكي من الأمراض السرطانية ان شاء الله. دي كانت الوصفتين بتوعنا، وصفات سهلة جدا جدا، وانا حابة ان انتوا ان شاء الله بإذن الله تعملي اللومي ده بالذات، يعني رهيب جدا جدا. لو عملتيه بجد هتشوفي نتيجته، يعني زي ما قلت لك انا مش هعيد تاني كل الفوائد اللي انا قلت لك عليها دي، هتكتبي فوائد اللومي وانت هتشوفي بنفسك وهتسمعي. انت ممكن تعملي الوصفة تفيدك مش للتخسيس بس، هتفيدك لحاجات كتير جدا. الوجبة بقى بتاعتنا دي كمان هتحسي بالشعور بالشبع جميلة جدا جدا، وكمان مش هتخليكي تحسي بالجوع. من الوصفات الحلوة قوي برضو للتخسيس. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تعملوا الوصفتين دول، اعملوهم مع بعض. ممكن تعملي المشروب الصبح وتعملي الوجبة دي بالليل، او ممكن العكس، بس انا بفضل طبعا الوجبة دي تبقى بالليل قبل النوم عشان الناس اللي هي ما بتتعشاش. ممكن تستبدلي برضو التفاح بالبرتقال زي ما قلنا، هيديكي نتيجة كويسة جدا جدا ان شاء الله. من الوصفات الحلوة قوي اللي انا بحبها جدا للتخسيس ونتيجتها هايلة وسريعة ان شاء الله بإذن الله. جربيها وهتشوفي نتيجة حلوة قوي لتخسيس وتنحيف البطن ان شاء الله لا يقل عن كيلو في اليوم. المشروب والوجبة ديت ما تنسيش ان شاء الله تعمليهم، وان شاء الله الوصفات دي جميلة جدا جدا ونتيجتها حلوة، هتجربيها وتشوفيها بنفسك بإذن الله. اتمنى الوصفات تعجبكم، ما تنسوش حبايبي لايكات كتير قوي لجيجي عشان ان شاء الله الفيديو ده يوصل لكل بنات تشوفه ان شاء الله ويستفادوا بيه من الوصفات الحلوه قوي للتخسيس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. حبايب قلبي يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله.
الوصفه النهارده سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله نتيجتها حلوه. اعملوها واستفادوا بيها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يستفادوا، وان شاء الله استنوني فيديو جديد ووصفات جديده مع جيجي للوصفات الطبيعيه. باي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.